بعد سيف الدندراوي نفسك فيه او هتعمل ايه؟ نفسي اعمل شخصيات كتير من الحياه. يعني انا مش بشوف انه سيف الدندراوي ما ينفعش، لا انا ممكن اعمل مليون سيف الدندراوي، 100 سيف الدندراوي بنفس التفكير بانماط تانية واشكال تانية وحالات تانية، لانه عشان الناس تصدق انا لازم اصدق، فبناء عليه بنتمي لفكر الشخص بمعطياته كاملة، فاقدر اكون مليون شخص، فمش حاجة بعينها. يعني وانت بتكبر في الأدوار ممكن تقولك لا أنا بعد كده بعد سيف بقى أنا عايز أكون بطل، بتفكر بكده ولا بتفكر لا الدور بطولة جماعية المهم الدور يكون كويس؟ لا هو الفكرة مش فكرة أنا عملت شلت حاجات لوحدي كتير، عملت مسلسلات باسمي وعملت أفلام، إنما الفكرة إيه المسؤولية اللي على الفنان اللي هتضيف للناس. حقيقي انا بقول الكلام ده بجد. سيف الدندراوي عمل علامه وسط الناس وعلامه في حياه شريف، هل انت بتشوف دايما ان بعد النجاح اللي جاي بيبقى اصعب؟ الاختيار بيبقى اصعب دايما ومقلق. بس ما بيهمنيش، انا مجنون عادي يعني، قعدت كتير يعني بعد مثلا سيف بقالك كتير، بقالك يعني كان ايه قبل سيف؟ ايه قبل قبلها بكتير ولا لا انا بقالي فتره مش بقعد كتير قبل كده، كنت بعمل كده يعني حضره المتهم ابي دي من الاعمال اللي قعدت بعدها سنتين اختاره، افلام بقى بتتعرض عليا وحاجات وبتاع، بس انا ما ساعدتش الفكره افيش على كوبري اكتوبر والنجم شريف سلامه فيه والحاجات دي خالص، اتعرض عليا افلام بس ما حسيتش ان فيها حاجه تتقدم، ففضلت قاعد. بعد حرب الجواسيس قعدت 3 سنين. ده انت مسافات بين الحاجات. فحتى زمايلي لما بيشوفوني في مكان، طب ما انت نجحت اشمعنى ليه بتقعد؟ ما اعرفش، انا بحب اشتغل على قد ما انا بروفيشنال، على قد ما انا بحب. ما بتقلقش من المنافسه خالص؟ مين الممثل اللي ايقونه بالنسبه لشريف؟ هو دانيال ديلاوس، دانزل واشنطن، توم هانكس. وما فيش في مصر؟ لا في كتير، زي احمد زكي. الله، بشكرك. مرسي. ومبروك، وان شاء الله نشوفك في ادوار احسن واحسن. احنا كرهنا سيف الدندراوي لكن علم معانا وحسسنا انه لا يجب ان يكون بيننا سيف الدندراوي. مظبوط.